الفيصلي الطائي الخلود والاتحاد يوم الأربعاء القادم آخر مباريات دورة 32 في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، المسابقة الكأس مسابقة الكأس الأغلى على قلوبنا، الفتح من أمام الأخدود والعروبة الوحدة الخليج العدالة وأبها هجر. هذه مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، المواجهات السابقة والمواجهات الحالية والمواجهات القادمة. جيسوس يعود إلى ملعب المباراة مع عناصر شوط أول، نجح مع عناصر الجبلين في تغييب هجوم الهلال لينتهي سلبيا بدون أهداف، والآن في شوط المباراة الثاني كيف سيتعامل مع شوط المباراة الثاني المدربين؟ هل يواصل الجبلين استبسالا ويواصل في طريقة الوحيدة بشوط المباراة الأول متمثلة في منع الهلال من التسجيل، أو ينجح جيسوس في تغيير الموازين في شوط المباراة الثاني في شوط الرابح فيه بعد شوط مباراة أول كان الرابح فيه دينيس لافاني، ومن يربح الشوط الثاني لا شك بأنه هو من يكسب المباراة. دينيس لافاني ربح شوط المباراة الأول لأنه استطاع أن يوقف الهلال وكل ثقلة وكل قوة وأن يمنع عن التسجيل في شوط المباراة الأول. الآن شوط المباراة الثاني على وشك البدء. نذكر حضراتكم بقائمة الأسماء بالنسبة للفريقين في أحداث شوط المباراة الثاني، تقريبا لا تغيير مع انطلاقة الشوط الثاني من المباراة. بالنسبة للجبلين يزيد أبو ليلى بالإضافة إلى محمد الشنقيطي ونيلسون بوريتو، مسعود بخيت، عبد العزيز الشريد، وجابر عيسى، سليمان السعيد، محمد الرايحي، إلياس بالحساني، جيمو فيتش. هذه قائمة الجبلين. لكن بالنسبة للهلال ياسين بونو، سعود عبد الحميد، وتمبكتي، كوليبالي، سلمان الفرج، نيفيس، سالم الدوسري، مالكوم، عبد الله الحمدان، ميتروفيتش، وعرضية ملعوبة الآن إلى منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى عند ياسين بونو. مرت الكرة طويلة باتجاه ياسين بونو، ركلة مرمى في صالح الهلال. بونو يلعب ركلة المرمى على الجهة اليسار هلالية ملعوبة باتجاه حسن تنبكتي، ثم تنبكتي إلى ياسر الشهراني، شهراني ينطلق في كرة هلالية من الجهات اليسار، ياسر الشهراني يرجع بالكرة مرة أخرى واصلة بمنتصف الملعب إلى كوليبالي، كوليبالي باتجاه سعود عبد الحميد، سعود من الطرف الأيمن ينطلق ثم يمرر كرة ملعوبة إلى مالكوم، مالكوم سيطر على الكرة من مالكوم، يلعب كرة ممتازة واصلة في الخلف إلى مدافعين. ياسر إلى محاولة سالم الدوسري، روبن نيفيس يلعب كرة في الجهات اليمنى ثم العرضية مرت سهلة باتجاه يزيد أبو ليلى، لم يتم الاستفادة منها العرضية الماضية واصلة باتجاه يزيد أبو ليلى، يزيد يلعب الكرة على الناحية اليمنى واصلة إلى مسعود بخيت، تمريرة خاطئة من مسعود ترجع الهلال، الهلال هو الآخر بدورة يخسر الكرة، ترجع مرة ثانية للجبلين، جبلين مع المحاولة والانطلاقة لسليمان السعيد، سليمان السعيد يلعب كرة في الطرف الأيمن ترجع باتجاه إلياس بالحساني، إلياس لعب كرة من الجهة اليمين مرة ثانية، إلياس بالحساني، إلياس يمرر الكرة في الخلف واصلة باتجاه المدافعين إلى بوريتو، المدافع الإسباني يلعب الكرة إلى يزيد أبو ليلى، يزيد أبو ليلى إلى نيلسون المدافع البرازيلي صاحب 29 سنة اللي لعب في العدالة موسم واحد، وهذه التجربة السعودية الثانية إلى نادي إلى جانب نادي الجبلين بالنسبة لي نيلسون المدافع البرازيلي. ياسر الشهراني، ياسر يلعب كرة إلى روبن نيفيز، روبن نيفيز في تمريرة قصيرة واصلة باتجاه ياسر الشهراني، ياسر يمرر الكرة في الطرف الأيسر عند سالم الدوسري ثم ياسر الشهراني، روبن نيفيز، روبن نيفيز يلعب كرة في الجهات اليسار إلى منتصف الملعب، المحاولة واصلة لصالح الهلال، روبن نيفيز ياخذ الكرة، روبن يتقدم فيها للأمام إلى محاولة باتجاه سالم الدوسري، سالم يلعب كرة عرضية لكنها مقطوعة، عادت مرة ثانية الهلال باتجاه سلمان الفرج، سلمان يوصل الكرة لسعود عبد الحميد، سعود بتسديدة لكنها تسديدة مقطوعة من المدافعين، ترجع مرة أخرى إلى مالكوم، مالكوم يمرر الكرة لكنها مقطوعة، الكرة واصلة لصالح الجبلين.
إلياس بن حساني. ياسر يلعب كرة لسالم الدوسري، سالم تجاوز، سالم مر، وبعد ذلك التسديدة مقطوعة من سالم واصلة باتجاه مالكوم. مالكوم لا شك بأن الخيار في التسديد من خارج منطقة الجزاء هو الحل المتبقي بالنسبة لعناصر الهلال. الحمداني يلعب كرة عرضية مقطوعة، الكرة بالرأس لتعود باتجاه حارس المرمى يزيد أبو ليلى. يزيد التقاطة لكرة عادت من المدافعين واصلة باتجاه يزيد أبو ليلى. شاهدنا كثير من المحاولات بالنسبة للهلال، كثير من الكرات المتنوعة، ولو أنه التركيز دائما على الكرات العرضية بالنسبة للهلال، لكن نقول أنه دائما الأفضل في بعض الحالات التسديد من خارج منطقة الجزاء، لكنه التسديد يغيب بالنسبة لنادي الهلال. الجبلين يواصل هذه